مش هلاقي محمد بديع جنبه ولا قيرت الشاطر هيتدفن في متر في متر؟ نجيب له ايه اكتر من 33 مليون في الشارع؟ ما بيشوفوش ما بيشوفوش عمي، مش عايزين اللي حصل في البلد بسببهم. قعدوا يتكلموا عن مؤامرات، بيكلمني عن ايرادات في الخارج والداخل، هو اللي بعت لي بريد وبعت لي اوباما ويحتمي بيه امريكان. هذا الرجل ما فيش راجل قاعد في الدنيا رئيس جمهورية يقطع دعمه يحس انصاره على الايراد، هو عاوز يقتل صباحا. كل دم حرام، كل دم في اصل الوطن حرام. واتعمل على محمد مرسي عيط طلاب يا جماعتي غير ما يمشي محمد مرسي. مفيش وطن شريف غير ما يصل في المهديين. احنا ما وردنا نخرج الناس للمهدي، ما كناش عايزين نخرجهم زي محمد مرسي عمل. ايه العمل ده؟ ايه الجنرال ده؟ دي مؤسسة صاحبت 7000 حضارة، حرام عليهم. ايه الجنان اللي شفناه ده؟ ايه الهبل والجنان ده؟ انا بقول لكم المصريين، لو فيكم راجل شريف بيحب هذا الوطن عليه اللي ينزل الشارع، ما يرجعش غير لما محمد مرسي يمشي. كنا بنقول لحد امبارح او من ساعات استاذ ايهاب عليه انه هو، انا خايفه عليه انه هو استاذ ايهاب. استاذ ايهاب ثواني بس عشان خاطري، عليه انه هو، انا خايفه بس عليه يدعو الانتخابات. هذا الرجل انتهى وجماعته انتهت، انا خايفه عليه. ومصر مقبره الارهاب والتطرف، انتهت خلاص. اقسم بالله عشان انت عندك القلب يا ايهاب، ما شفناش واحد منهم من قاداتهم. اهدى اهدى، انت عندك القلب. يطلع هو يا ايه ده؟ هتموت كده، هتموت كده. هيبقى في مواجهة مين؟ ما يستاهلش والله. هيبقى في مواجهة الجيش والشرطة والشعب. نجيب له ايه اكتر من 33 مليون؟ عشان خاطر ايه ده؟ ايه ده؟ انا خايفة عليك والله. ده عند الدستور وحرسه. ايه ده بس؟ ايه يوم ما عمل ايه على الدستور؟ حرام 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 حرام. طب خلاص خلاص، ممكن تهدى عشان خاطري؟ خمس دقايق صمت. اهدى بس، اهدى. اصل انا خايفه عليك، مش مستاهله الحكايه. حاجه ما يستاهلش، مش مستاهله، مش مستاهله. اهدى. طب خلاص، طب خلاص، والله ما يستاهل. والله مرسي ما يستاهل تروح فيه. طيب نطلع لفاصل. ايه اللي حصل في مصر؟ نطلع لفاصل. ايه اللي حصل في مصر؟ نطلع بجوري. اطلع لفاصل، اطلع لفاصل. ما يستاهلش تطلع تروح فيه. ايه اللي حصل في مصر؟ طب اهدى.